السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات شرح قواعد اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية القسمين العلمي والأدبي، وأيضا حل أو نماذج من أسئلة من امتحانات نهائية سابقة على القواعد. في هذه الحلقة سنتناول قاعدة linking words and phrases، اللي هي يعني كلمات وعبارات الربط. نحن عارفين كلمة phrase بمعنى أكثر من كلمة، phrase يعني كلمتين أو ثلاث كلمات، تسمى phrase يعني شبه جملة يعني. وهي قاعدة من الدرس السابع من الوحدة الأولى. عندنا البوكس هذا اللي هو موجود في الكورس بوك في نهاية الدرس في الأسفل، طبعا في نص يعني في بداية الدرس ووضع الكلمات في مكان صحيح. فيقول لي هنا writing tip، هي طبعا تعتبر قاعدة من قواعد الكتابة أو يعني حاجة تخص الكتابة. linking words and phrases يعني معناها أدوات الربط اللي هو كلمات وعبارات الربط. to state opinion لإبداء الرأي. list points وضع نقاط في قائمة. or talk about أو التكلم عن. causes and results طبعا هي causes هي مقصود انها تكون بها يعني causes اللي هي الاسباب يعني الاسباب والنتائج، هي المفروض تكون بهذا الشكل. causes and results اللي هي الاسباب والاسباب والنتائج. the following expressions التعبيرات التالية are useful when discussing more than one idea يعني التعبيرات التالية مفيدة عندما نناقش أو عند مناقشة أكثر من فكرة واحدة. العبارة هذه أيضا حتى هي مهمة يعني نتبولها. The following expressions are useful when discussing more than one idea. عندنا هنا نحن الأربع نقاط هذين، إن هذين طبعا زي ما نقول إحنا أفكار أو طريقة لمناقشة أكثر من فكرة. لما نبدو الرأي في شيء معين giving opinions، وعندنا هنا التعبيرات التي تستخدم في giving opinions في إبداء الرأي. عندنا مثلا in my opinion، طبعا يعني نحن ترجمة الكلمات نفسها هي اللي تعطيني الغرض منها. لما نقول in my opinion معناها في رأي، معناها بالتأكيد إن هنا إبداء الآراء يعني. I believe أعتقد. personally I think بشكل شخصي أنا أعتقد. generally speaking بمعنى بشكل عام. هذه التعبيرات تستخدم عند إبداء الآراء أو إعطاء الآراء giving opinions. نجول النقطة الثانية اللي هي listing points. listing points بمعنى يعني وضع النقاط في ترتيب أو تسلسل النقاط. فعندي كلمة firstly أولا، let's start with لنبدأ ب، in the first place في المقام الأول معناها حتكون في حاجة في المقام الثاني، وهكذا secondly ثانيا، next التالي، in addition بالإضافة إلى، furthermore إضافة إلى ذلك، on top of that بمعنى فوق ذلك أو علاوة على ذلك، thirdly ثالثا، finally أخيرا، أيضا lastly أخيرا، last but not least أخيرا وليس آخرا. كل هذه التعبيرات تستخدم في listing points. نجولي discussing causes، بعدين هنشوف طريقة السؤال كيف جت فيها يعني القاعدة هذه أو الكلمات الربط. discussing causes مناقشة الأسباب، مناقشة الأسباب يعني نقول مثلا one reason is that يعني أحد الأسباب هو، لاحظوا كلمة reason معناها سبب، because of بسبب، أيضا كلمة because هنا معناها بسبب كذا. this is caused by هذا سببه كذا، يعني عندي ثلاث تعبيرات هذين تستخدم لمناقشة الأسباب. discussing results مناقشة النتائج، as a result كنتيجة، consequently بمعنى بناء على ذلك، therefore معناها لذلك. لاحظوا أن يعني ترجمة الكلمات نفسها توريني أنا الغرض منها شنو يعني. فعندي هنا discussing results. نشوفوا مع بعضنا كيف كانت الأسئلة في هذه القاعدة. هذا البوكس يقول لي هنا last but not least، مر علينا الآن التعبير هذا، أحيانا يجيب لي تعبير ويجيب لي النقاط الأربعة هذين نختار واحدة منهم، أو العكس، أو مرات يجيب لي واحدة من النقاط الأربعة هذين، مرات يحط لي في السؤال ويعطيني أربع تعبيرات فهكي أو هكي يعني.
last but not least يعني أخيرا وليس آخرا is a linking phrase طبعا هو يعتبر phrase هذا أكثر من كلمة which is used to يستخدم لي طبعا هنا هذه التركيبة used to مش يعني used to بتاع الماضي هذا يستخدم لي أنا كلمة use أنا كاستخدام يعني يستخدم لي شنو لاحظوا هنا عشان دار لي الفعل بصيغة المصدر لأن to هنا يجي بعد فعل بصيغة المصدر list points يعني معناها وضع نقاط في قائمة give opinion إبداء الرأي أو الآراء discuss results مناقشة النتائج discuss causes مناقشة الأسباب باي هنا عندي last but not least وين مرت علينا هذه مرت علينا في list points تمام نشوف سؤال آخر when we discuss more than one idea هذه طبعا مرت علينا في السطر الأول اللي فوق الجدول عندما نناقش أكثر من فكرة واحدة we can use because of and this caused by or this is caused by هذا سببه يعني نستخدموها تو شنو علاش يعني التعبيرين هذينا نستخدمون علاش هل discuss results أو give opinion أو discuss causes أو list points طبعا هي بالتأكيد يعني because هنا هي للأسباب هي مناقشة الأسباب اللي هي الخيار حيكون الخيار C discuss causes مناقشة الأسباب السؤال آخر in my opinion is used for تستخدم لي in my opinion التعبير هذا الإيش يستخدم listing points أو giving opinions أو discussing results أو discussing causes يعني قائمة نقاط أو إبداء الآراء أو مناقشة النتائج أو مناقشة الأسباب in my opinion طبعا واضحة حتى من خلال كلمة opinion يعني تستخدم لي إبداء الآراء بالتأكيد أو إعطاء الآراء نمشوا لسؤال آخر generally speaking أيضا هذا تعبير من التعبيرات is used when you want to تستخدم عندما نريد أن list points discuss causes give opinions discuss results لاحظوا ان السؤال تكرر بشكل كبير بنفس الطريقه ونفس الفكره يعني معناها نحن نحفظ التعبيرات اذا generally speaking يستخدم لي give opinions اللي هو ابداء الاراء سؤال اخر we can give opinions and connect sentences using هذا جاب السؤال بطريقه مختلفه يعني نستطيع ان نبدي الاراء او نعطي الاراء ونربط الجمل باستخدام شنو linking phrases أو infinitive أو explain sickness أو phrasal verbs طبعا بالتأكيد يعني هنا الإبداء الآراء وربط الجمل باستخدام linking phrases اللي هي عبارات الربط يعني ليست صيغة مصدر وليست شرح المرض وليست الأفعال المركبة أو شبه الجملة الفعلية إذا الصحيح هو الإجابة A عرفنا كيف كانت طريقة الأسئلة في هذه القاعدة بسيطة وسهلة تعتمد على حفظ التعبيرات في الختام ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا للمتابعة والمشاهدة وأتمنى التوفيق للجميع تقبلوا تحياتي الأستاذ فرج بومطيرك